سبحان الله. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد الى هذه الحلقه الثانيه من مسابقه في رحاب القران الكريم، ويسرنا في هذه المجموعه ان نرحب بالمتسابقين وهما جميل وامجد. يتفضل الاول، المتسابق الاول بالتعريف باسمه. جميل صالح علي جميل من محافظه الشبوه، احفظ القران الكريم كاملا واشارك فيه. حياكم الله. اتفضل يا امجد. امجد عبد الله علي هاير العزيبي من محافظه تعز، احفظ القران كاملا واسابق فيه. ما شاء الله، مرحبا بك يا امجد، ومرحبا بك ايضا يا جميل. كما ارحب ايضا بالساده اعضاء لجنه التحكيم الذين انتقل بكم الان اليهم ليضعوا اسئله هذه المجموعه، فليتفضل الدكتور محمد. على بركه الله دكتور. شكرا لك استاذ يحيى. نرحب بالمتسابقين في هذه المجموعه الثانيه جميل وامجد، ويتفضل الدكتور باسم الحبشي بطرح السؤال على المتسابق جميل. يتفضل الطالب جميل وليسمعنا ما كتب الله عز وجل عليه من قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ولهم عذاب ويصدون عن سبيل الله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون الذين قالوا هو كويس، لكن ظننا أخطأ في السؤال كمان. وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم والله إن الله شديد إن الله شديد العقاب. إن الله قوي شديد العقاب. إن الله قوي شديد العقاب. أحسنت، جزاك الله خير. الدكتور
خالد الكبودي يتفضل بإلقاء السؤال على المتسابق الثاني أمجد عبد الله. مرحبا بك يا شيخ أمجد، أهلا وسهلا بك. استعيذ بالله وقرأ من قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورحمة. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحسن. إذن شكرا لك يا أمجد، وشكرا لك أيضا يا جميل على هذه التلاوة العطرة، وشكرا أيضا لأساتذتنا ومشايخنا الأجلاء. مشاهدينا الكرام، سنذهب وإياكم الآن إلى متابعة فقرة نماذج قرآنية، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، ما زال برنامج في رحاب القرآن يتعفنا بكل نموذج جميل من نماذج القرآن ومن أبناء الحلقات القرآنية. ومع الشبل، اسمك يا ولدي؟ سلطان. سلطان من؟ محمد صامحي. سلطان محمد صامحي. ما شاء الله عليك يا سلطان، كم عمرك؟ 8 سنوات، ما شاء الله. تدرس في المدرسة؟ صف كام الآن؟ صف أول، ما شاء الله، إن شاء الله تكون الأول في الصف. تمام، يلا أسمعنا يا سلطان من قوله تعالى: إن للمتقين مفازا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا
حدائق وأعنابا وقواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لعوا ولا كدابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن فقال صوابا وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أدرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما شاء الله عليك يا سلطان، إن شاء الله تكون مهتم بدراستك وتهتم بحفظ القرآن أكثر. هذه 50,000 ريال هدية مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد، تفضل لأخذها. الله الله ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. يلا. سبحان الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونتابع هذه الحلقة وحتى يتسنى لنا سماع نتيجة هذه الليلة بين المجموعتين. سنذهب وإياكم الآن إلى الميدان لطرح سؤال على الجمهور، ومن ثم نعود. ابقوا معنا لسماع نتيجة هذه الليلة، فإلى هناك. سبحان الله. معنا أحد النساء في الخيمة الرمضانية، نتمنى أن تكون الإجابة عندها صحيحة وتلقى معنا الجائزة المالية. خلونا نتعرف على اسمها وبعدها نسألها سؤال الحلقة. نتعرف على اسمك؟ أم محمد. طبعا يا أم محمد، معنا سؤال هو بسيط لكن حاول أنك تركزين، ومش عارف هل الإجابة عندك أو الإجابة غير موجودة. السؤال يقول: كم رمضان صامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلال حياته؟ كم رمضان صام؟ كم شهر رمضان صامه حبيبنا محمد خلال حياته؟ خمسة رمضان. كم؟ تسعة ولا خمسة؟ أنت قلتي تسعة. خمسة تسعة. حاولي أنك تثبتين الإجابة. خلاص تسعة. آخر إجابة رمضانات إن شاء الله. يعني ثبت على تسعة. تسعة رمضانات. متأكدة أنها صحيحة؟ إن شاء الله إن شاء الله. كم توقعاتك بالمية؟ والله نحن ما أدري، بس إن شاء الله يكون صح تسعة. طبعاً خمنتي، يعني خمنت أم محمد وقالت إنه تسع رمضانات اللي صامها سيدنا محمد، والإجابة طبعاً كانت صحيحة وحصلت معنا على جائزة مالية مقدمة من هذا البرنامج في رحاب القرآن. شكراً لك على مشاركتك. إذن مشاهدينا الأعزاء، ما زلنا وإياكم في هذا البرنامج، والآن ننتقل وإياكم إلى الاستوديو. سبحان الله سبحان الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى هذه الحلقة، ونحن الآن على وشك الاستماع إلى لجنة التحكيم لتعلن لنا نتيجة هذه الليلة، فليتفضل الدكتور محمد. دكتور محمد، الكلمة لك الآن لإعلان نتيجة هذه الليلة، تفضل. شكرا لك. بعد المداولة مع أعضاء لجنة التحكيم وأخذ المتوسط الدرجات في الحفظ والتلاوة، في المجموعة الأولى بين أيوب وعبد القادر تحصل أيوب في التلاوة في الحفظ على 49 درجة، وفي التلاوة على 45 درجة، فمجموع درجاته 94 درجة. بينما المتسابق عبد القادر تحصل في الحفظ على 49 درجة ونصف الدرجة، وفي التلاوة على 48 درجة، فمجموع درجاته 97 درجة ونصف الدرجة، فيكون هو المتأهل في المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية بين جميل وأمجد، فتحصل جميل صالح في الحفظ على 46 درجة وثمانية من عشرة، وفي التلاوة على 46 درجة فاصل 7 من عشرة، فمجموع درجاته 93 درجة ونصف الدرجة. بينما تحصل أمجد في الحفظ على 49 درجة وفي التلاوة على 48 درجة، فمجموع درجاته 97 درجة، فيكون هو المتأهل في المجموعة الثانية. إذن مشاهدينا الكرام، نشكر لجنة التحكيم فقد حددت المتأهلين لهذه الليلة،
وهما الأخ عبد القادر باوزيد 97.5 الدرجة وهو متأهل. شكرا لك عبد القادر، أنت ستتأهل إلى المنافسة القادمة. تفضل تفضل يا عبد القادر. أيضا المتأهل الآخر من المجموعة الثانية لهذه الليلة وأمجد العزيبي، مبارك عليك يا أمجد، على بركة الله إن شاء الله تتأهل إلى المجموعة القادمة المنافسة القادمة. ويبقى معنا أيوب المصنعي وجميل صالح، حياكم الله يا أيوب وجميل، حياكم الله ولكم تكريم من سيتفضل الأستاذ صالح الحواني وهو رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لتكريمكما. تفضل يا شيخ صالح. نعم تفضل أيوب، أيوب المصنعي، هذه جائزة، أولا جائزة أو شهادة يا شيخ صالح، إذن شهادة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، بارك عليك يا أيوب. وأيضا جائزة مالية مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد مقدارها 50,000 ريال. ربنا يفتح عليكم إن شاء الله. هذه شهادة جمعية القرآن الكريم. نعم نعم، شهادة أيضا لك يا جميل، وجائزة مالية مقدمة من وزارة الأوقاف 50,000 ريال. شكرا جزيلا لكم يا شيخ، وشكرا لكم المتسابقين. تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام لحظات التكريم وأيضا توديع المتأهلين للمسابقة القادمة. باسمكم جميعا أشكر لجنة التحكيم على تفضلهم هذا اليوم بالبقاء وعلى النتيجة، كما أشكر أيضا المتنافسين في هذه الليلة الأربعة الذين فازوا وتأهلوا، وأيضا الذين لم يحالفهم الحظ. وأيضا لا أنسى أن أشكر طاقم العمل وأشكر كل من يسهم في إنجاح هذا البرنامج، والشكر لكم أنتم لتفضلكم بالبقاء معنا حتى الملتقى في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.